الأكل مش مجرد طبخة وقفنا عملناها وخلاص، الأكل فن ومدرسة وحصص. إيه رأيكم تيجوا معايا في حصص بسيطة صغيرة نتعلم نعمل أكلات حلوة وبرضو بسيطة؟ تعالوا معايا نتعلم سر الطبخة. سر طبختنا بسيط، هنعمل أقراص خضار بسيطة ولذيذة. تعالوا نتعلم سر أقراص البيض بالخضار اللذيذة. أول حاجة هحط ربع كوباية كريمة أو لبن، وأربع معالق كبيرة زيت، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة بهار، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة قرفة. وإحنا بنقلب هننزل بالدقيق، ودي خطوة مهمة. بعد ما خلطنا الدقيق كويس هننزل بالبيض واحدة واحدة، وبرضو دي خطوة مهمة. هنحط معلقة مستردة، ودي حسب الرغبة. بعد ما كل المكونات اختلطت كويس هنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر. نبدأ بقى نحط الخضار بتاعنا: جزر مبشور، فلفل ألوان، الزيتون الأسود، والجبنة الشيدر، والجبنة البيضة، وآخر حاجة رشة الزعتر، وده عشان ريحته العطرية الجميلة. في طاسة سخنة رشة زيت صغيرة، وهحط في الطاسة خليط البيض. هنقلبها على الناحية التانية ونسيبها تستوي. هنقدمها مع صوص الكاتشب والزبادي، وبكده خلص الدرس. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.